ريلمي بتعلن عن سلسلة ريلمي 13 الجديدة، واللي بتتكون من 3 موبايلات: ريلمي 13 5G وريلمي 13 برو 5G وريلمي 13 برو بلس 5G. ان شاء الله في الفيديو ده الذكاء هتكلم عن الريلمي 13 برو 5G، هنعرف كل شيء حرفيا عن الموبايل، هنعرف المواصفات والمميزات والعيوب وفتح العلبة، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للريلمي 13 برو 5G، والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل مصنوع من الجلد او الازاز، فيه نسخة مصنوعة من الجلد ونسخة مصنوعة من الازاز، والكاميرات بتيجي على شكل دائري في المنتصف، والموبايل مضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP65. اما ابعاد الموبايل، الطول 161.3 ملي، والعرض 73.9 ملي، والسمك 8.2 ملي او 8.4 ملي على حسب اللون، والوزن 183.5 جرام بالنسبة للنسخة المصنوعة من الجلد، اما النسخة المصنوعة من الازاز بوزن 188 جرام. الموبايل طبعا بيدعم شريحتين اتصال 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، ولكن بيدعم بصمة الاصبع مدمجة في الشاشة اسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه. والريلم 13 برو 5G بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. ومن اهم مميزاته، بيدعم سماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف، سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات، يعني تجربة الصوت هتكون قوية ونقية. وكمان الموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكثر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي UI 5.0، والموبايل هينزل له تحديثات لمدة 4 سنوات، سواء تحديثات أمان أو تحديثات نظام. وألوان الموبايل الأخضر والذهبي والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في ريلمي 13 برو 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية، واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء، والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5200 ملي أمبير مع شحن سريع بقوت 45 واط ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في التصفحات في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه، واللي هيساعد في أداء البطارية الكويس إنها تدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 4 نانومتر، كل ما دقة تصنيع المعالج كانت قليلة كل ما كان المعالج موفر في الطاقة بشكل كبير. نيجي بقى لمساحة تخزين الريلم 13 برو 5G. الموبايل بثلاث اصدارات: الاصدار الاول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والاصدار الثالث والاخير رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا او بتتضاعف من خلال السوفت وير، يعني هتاخد رام 8 زائد رام 8 بالمجموع 16 جيجا رام، ورام 12 زائد 12 يعني بالمجموع 24 جيجا رامات. والرامات الاضافية بتكون من مساحة التخزين. وطبعا الموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. نيجي بقى شاشة الريلمي 13 برو 5G، واللي بتكون قوية من نوع الاموليد، شاشة منحنية بحجم 6.7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس، وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الالعاب التقيلة. والسطوع 2000 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت اشعة الشمس. وموجود على الشاشة طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس 7i. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالارقام، وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم اداء رائع وسريع، والوانها متناسقة جدا لانها من نوع الاموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل سطوع 2000 شمعة، فبالتالي هتاخد اداء جيد للشاشة في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في اي استخدام انت عايزه. نيجي بقى لاداء الريلم 13 برو 5G. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف. المعالج اصدقائي بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 7S الجيل الثاني، ثمان النواب، دقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة، والمعالج الرسومي ادرينو 710. السناب دراجون 7S الجيل الثاني بيقدم اداء كويس واثبت كفاءته في الفئة السعرية المتوسطة، بيقدم اداء رائع في كل الاستخدامات خاصة في الالعاب الثقيلة زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او حتى العاب البلاي ستيشن، وكمان في استخدامات الانترنت بيقدم اداء سريع. ومن اهم مميزات
المعالج بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. ده الموضوع بمنتهى البساطة وبكل سهولة. نيجي بقى لكاميرات الريلم 13 برو 5G، واولا الكاميرا الامامية واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانية. الكاميرا الامامية هتقدم اداء جيد من حيث الجودة والالوان، ولكن يعيبها انها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K زي بعض المنافسين في نفس الفئة السعرية. اما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد، الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وبتدعم المثبت البصري الالكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة اثناء التصوير. اما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.2، والكاميرات الخلفية بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والالتقاط المتتابع ووضع اشارة الكف، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانية. الكاميرات الخلفية في الموبايل هتقدم اداء رائع وخرافي من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة رائعة وواضحة والوانها متناسقة جدا، ومن اهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. يعني لو انت منشئ محتوى زي حالاتي كده، الموبايل هيساعدك في التصوير بشكل كبير وهيقدم لك صورة روعة. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الريلم 13 برو 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقود 45 واط وكابل USB تايب سي والجراب لحماية الموبايل من الخبطات والصدمات، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال، ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش موجود في العلبة سماعات الاذن، وده امر عادي بالنسبة للريلمي. تعالوا بقى للعيوب والمميزات للريلم 13 برو 5G. مبدئيا كده يا صديقي العزيز، لازم تعرف ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات، ده مبدأ وخلينا نكون متفقين عليه. هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الريلم 13 برو 5G، لا يدعم مدخل سماعات الاذن، والعيب الثاني لا يدعم تركيب كارت ميموري، والعيب الثالث التصميم قديم ويشبه الاصدار السابق الريلم 12، مفيش جديد في التصميم. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الريلم 13 برو 5G، الموبايل تم تصنيعه من خامات زجاجية ومقاوم للماء والغبار بشهادة IP65، والميزة الثانية في الموبايل البطارية كبيرة تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم مع شاحن سريع بقود 45 واط. والميزة الثالثة في الريلم 13 برو 5G، بيجي سماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات، يعني تجربة الصوت هتكون قوية ونقية، صوت واضح ونقي ما فيهوش اي مشاكل. والميزة الرابعة في الموبايل الشاشة اموليد، شاشة منحنية بدقة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل سطوع 2000 شمع، يعني اداء الشاشة هيكون سريع وسلس في كل الاستخدامات والوانها متناسقة جدا. والميزة الخامسة في الموبايل المعالج السناب دراجون 7 اس الجيل الثاني، بيقدم اداء رائع وقوي في كل الاستخدامات خاصة في الالعاب التقيلة. لو انت عايز الموبايل في الالعاب التقيلة توكل على الله واشتريه، هيقدم لك اداء رائع، معالج قوي وشاشة قوية. اما الميزة السادسة والاخيرة، الكاميرات الخلفية بتقدم اداء ولا اروع من حيث الجودة والالوان، ومن اهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، هتاخد صورة رائعة وواضحة والوانها متناسقة جدا. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الريلم 13 برو 5G. هقول السعر العالمي للموبايل، السعر بالدولار الامريكي، ولو حابين تعرفوا السعر التقريبي لاي دولة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل لنسخة الرام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 320 دولار امريكي. اما سعر النسخة الثانية رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 345 دولار امريكي. وسعر النسخة الثالثة والاخيرة رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 380 دولار امريكي. ده السعر العالمي للموبايل. زي ما قلت لكم اصدقائي الاعزاء، لو حابين تعرفوا السعر التقريبي لاي دولة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة او النقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق، كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوني من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.